عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم بلدية إيغلي بولاية بشار يفوق 200، وهو رقم في تزايد مستمر حسب رئيس جمعية المعاقين بالمنطقة الذي يحصي جملة من المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. النقطة الأولى هي بعد جميع المرافق على مستوى الولاية فيما يخص الإعاقة. مثال مركز التجهيزات الطبية أو ما يسمى بلوناف يبعد على مستوى دائرة إيغلي حوالي 150 كيلومتر. ما كانش لاسيرونس هنايا، ولهذا يتنقل الشخص المعاق إلى ولاية بشار ويلقى تعقيدة تما مثلا، بالإضافة إلى المدة اللي يستغرقها باش يتحصل على مثلا صباط ولا كروسا. التهميش والبطالة هاجسان آخران أرق حياة هؤلاء، وإن كان القانون واضحا لضمان حقوقهم. جميع اللي عندهم علاقة بهذه الفئة أولا هي تطبيق القوانين المتواجدة على مستوى جميع الاتفاقيات. نتمنوا من السلطات كل حسب قدرتي وحسب استطاعتي تطبيق هذه المواد، مثلا تطبيق 1% من عملية تشغيل الشخص المعاق، هذا مثال بسيط. راني هنا فاكاتور من 25 أفريل 2004، عندي 1,200,000، عندي 4 أرقاب والزوجة الخامسة، معناها رحنا في 6، 1,200,000 ما كافيتنيش. نورمالمون ستوندارس ما عندهمش ستوندار أنا. مشروع واعي تحاول الجمعية تحقيقه بالمنطقة، لكن حسبها لن يتأتى ذلك دون مساعدة أطراف فاعلة في المجتمع. كل اللي عنده مقدرة يساعد الجمعية، رانا في إطار تجهيز أو تحضير باش نديروا قاعة الترويض الوظيفي، أي اون سال دو ريديكاسيون بور لي زونديكاب، لأن عندنا مشكلة على مستوى الولاية. حنا نبعدوا على مقر الولاية وين كاين هاد لي صال هادو 150-152 كيلومتر. إلى أن تبلغ الرسالة مسامع المسؤولين وذوي البر والإحسان، تبقى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في إيغلي ببشار تعاني في صمت زاد من حدته بعد المسافات التي لا يتحمل عبئها بعض الأصحاء.